وبطولات جيشنا الباسل في حي جوبر بريف دمشق، حيث يواصل بواسلنا التقدم في الحي الذي عثروا داخل أحد أوكار الإرهابيين فيه على مستودع لتصنيع وتخزين مواد كيماوية سامة وعشرات قذائف الهاون المفرغة لوضع تلك المواد بداخلها. مراسلنا الحربي أوس حسن رافق بواسلنا وأعد لنا التقرير التالي. في كل مطلع شمس يضيف بواسلنا إنجازا جديدا في حربهم على الإرهاب تنفيذا للمهمة الوطنية الملقاة على عاتقهم. حي جوبر بريف دمشق اتخذه الإرهابيون قاعدة لانطلاق أعمالهم الإجرامية ووكرا لتصنيع أخطر أدوات قتلهم وهو السلاح الكيميائي. ففي منطقة المناشير وخلال تمشيطها من قبل بواسلنا عثر في أحد أوكار الإرهابيين داخل أحد الأبنية على معمل لتصنيع وتخزين المواد الكيماوية السامة وكميات من المواد الكيماوية مرسلة من أشقاء مفترضين في السعودية كهدايا لقتل الشعب السوري في شهر الخير رمضان المبارك. كما عثر داخل الوكر على كميات من مادة الكلور موضوعة ضمن عبوات بعضها أجنبي المصدر، إضافة إلى أسلحة حربية وقذائف هاون مفرغة لوضع المواد الكيماوية بداخلها. أثناء متابعة قوات المسلحة الباسل للمجموعات الإرهابية في المناشير بجوبر تم العثور على مصنع المواد الكيماوية السامة. طبعا الموجود بالمصنع هو عبارة عن قذائف هاون مفرغة جاهزة املاها بمواد كيماويه، عبوات كيماويه جاهزه مع فتائل كثير الساعف الموجود لها، في بعض النبال، مواد كيماويه سامه مخرشه للانف، اجهزه الضغط لضغط هالمواد ضمن عبوات عباره عن صودا كاوي قشور تستخدم في صناعه المواد بخلطه مع موجوده بدونات صنع المملكه العربيه السعوديه، بعض مستودع ذخيره مفرغ صناديق الذخيره. احنا نتابع تنفيذ الاعمال القتاليه ضمن خطه مدروسه وموضوعه على كافه المحاور ومتابعه ملاحقه المجموعات، وبوعد ان شاء الله بالقريب العاجل سنعلن جوبر مدينه امنه. وخلال تواجدنا في المكان اشتبك بواسلنا مع مجموعات ارهابيه مسلحه والحقوا في صفوفها اصابات مباشره. ابطال الجيش العربي السوري يردون على مكامن اطلاق النار. كما رصدنا حجم الإرهاب الممارس على منازل وممتلكات المواطنين من قبل العصابات الإرهابية، وهذه الممرات المحفورة بين المنازل تحكي قصة واقع المنطقة المعاش في ظل وجود أصحاب الفكر التكفيري. الاشتباكات اللي عم تصير هي المجموعات الإرهابية تعتمد على القنص وعلى الأنفع، وهم ليسوا برجال ليقفوا أمام رجال الجيش العربي السوري، فهؤلاء عبارة عن فئران أنابيب خفافيش الظلام، نهايتهم إما للهاوي أو إما للبلدان التي أتوا منها. والجيش العربي السوري في همة عالية، وإن شاء الله في الأيام القادمة سوف نتمكن من السيطرة بشكل كامل على منطقة جوبر. أخبار التلفزيون العربي السوري، أوس حسن، جوبر.